بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد من هما 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة
أبدا وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ولم يكن لهم شهداء فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها من الصادقين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن ويبين الله لكم الآيات ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا
الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ومن يتبع خطوات الشيطان فإن ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ما زكى منكم من أحد أبدا والله سميع عليم والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم ويعلمون أن الله هو الحق المبين يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا تأنسوا وتسلموا على أهلها حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم
وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أو أبنائهن
إخوتهم أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل أو ما ملكت أيمانهن أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون
يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ومن يكرهن فإن الله من بعد ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ولقد أنزلنا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ومثلا من الذين خلوا الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب
دري المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يوقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على الله وإقام الصلاة
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يحسبه الظمآن ماء حتى لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والله سريع الحساب. والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. من فوقه موج من فوقه سحاب. من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم
يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات ألم تر أن الله يسبح له من السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله كما ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء وينزل من السماء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء فيصيب به من يشاء
يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء لقد أنزلنا آيات مبينات لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ثم تولى فريق
فريقٌ منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن بل أولئك هم الظالمون. بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا رسوله ليحكم بينهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تخرجن
أقسموا طاعة معروفة قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول
لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. ومأواهم النار. ومأواهم ولبئس المصير. ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم ثلاث عورات لكم. ثلاث عورات لكم. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. طوافون عليكم بعضكم على بعض. طوافون عليكم بعضكم على بعض. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كذلك يبين الله لكم آياته. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. والقرآن
من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح والقاعد من النساء فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت
أَوْ مفاتحه أو صديقكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع إنما المؤمنون الذين آمنوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه وإذا كانوا معه على إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم.